بعثوا البارح الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن وتحديدا لأن اليمن فيه مجموعات كثيرة تحديدا على الحوثيين الحوثيين اللي هم مسيطرين على جزء كبير أكثر من نصف اليمن خاصة على صنعاء العاصمة وكان هجوما أمريكيا بريطانيا سندته خمس دول أخرى هي أستراليا وهولندا ومجموعة والبحرين وعمل لي ستة أسطر تحت كلمة البحرين البحرين هذه اللي هي في الجغرافيا لا تكاد ترى يعني مساحتها لا تكاد ترى وعدد سكانها محدود جدا يعني غزة عدد سكان غزة هو أربع مرات عدد سكان دولة البحرين أو مملكة البحرين وملكها سمى روحه قبل عشر سنين الملك المعظم كان أمير كان هو ايضا كما قطر يسموه الامير الحاكم الكويت القطر آه الامارات هذو كلهم شيوخ او امراء وكان هو هكذا لكن سمى روحه الملك المعظم كلما صغر بعض الناس كلما صغر حجمه وصغر عقله وصغر آه نفسه كلما تضخم بالتسميات بلغراد هو سمى روحه الملك المعظم وهو آه قذر اخلاقيا قذر جدا جدا من قوم لوط سامحوني على العباره يعني. قادر جدا. أه وعند ال... عند شعب وعند هذا الشيء ما راكش في فرنسا ولا في المانيا ولا في بريطانيا ولا او في فرنسا اليوم أه راكم تبعتوا بالك قبل ثلاث ايام والله علينا عن رئيس الوزراء الجديد هذا وهو عمره 34 سنه قالوا اصغر رئيس في الجمهوريه الخامسه. أصبح رئيس وزراء ومن اصول يهوديه من سفر دايم تعرفون ان اليهود عندهم الحريديم او والسفر دايم والاشكيناز هو من سفر دايم اللي هما اصولهم من جهه ايران ومشابه وانه مثل الجنس واليوم اعلن ان زوجه هو وزير الخارجيه عين شخص اسمه سامحوني على العباره لكن هذه الحقائق أنا أعرف أن أنا لساني يعف على ذكر هذه الأشياء وزير الخارجية الجديد في فرنسا هو زوج رئيس الحكومة غابريال أطال واسم أطال هذا راه مر علينا عطال وهو من المناسبة من أصول يبدو أنه والد من أصول تونسية يعني آه عطال هذا شفنا اللاعب الجزائري عطال اللي لعب في نيس واللي قامت عليه القيامة وحكموا عليه بالسجن و45 ألف دولار ألف أورو غرامة وقامت القيامة لأنه دار بارتاج اللي حاجة على الفيسبوك أو على ال... على أحد المواقع التواصل ف... ففي الغرب الأمور هذه تاع المثلية خلاص هما بالنسبة لهم أصبحت جزء من ثقافتهم أصبحت أخلاقهم أصبحت إلى آخره إلى آخره بالنسبه لينا حنا تبقى هذه الامور ما تمشيش خاصه في شعوبنا في دولنا يعني كان فيه رفض للموضوع هذا يعني ف باش نرجعوا للبحرين وبالمناسبه في هذه الحكومه عاودوا رجعوا واحدة اسمها رشيده داتي ورشيده داتي هذه اللي لا يعرفها باباها مغربي وامها جزائريه من جماعه ساركوزي متهمه بالفساد وكانت وزيره في فتره معينه وهي عوده رجعت ومشاكل في دار 14 وزير 8 من اليمين و من اليسار هكذا تقريبا فرنسا ايضا تغرق في الحقيقه على مستويات متعدده وهذه الحكومه بالذات رئيسة الحكومه اللي قبل رئيس الحكومه هذا كانت كانت مسترجله وكانت هي ايضا من اليهود الاشكيناز وهذا هذا ليس ثم تعرفوا انا شخصيا موقفي في قضيه اليهود انا نقول ليسوا سواء مثل المسلمين ليسوا سواء ومثل النصارى ليسوا سواء والهنود ليسوا سواء والصينيين ليسوا سواء الناس على حسب سلوكها وتصرفاتها انا شخصيا لا احكم على الناس من اصله لان ولا واحد منا خير لا اصله ولا دينه ولا لغته ولا قليل اللي ربما يغير لغته او يغير دينه هذا الاستثناء في البشر لكن هذه حقائق يعني، وهما أيضا موضوع اليهود في فرنسا وفي بريطانيا وفي أمريكا هذا هما جزء من المؤسسات الحاكمة، وهذا ليس جديد. ديزرائيلي مثلا في هذه البلاد حكم يهودي قبل أكثر من مئة سنة، كان رئيس وزراء بريطانيا يهودي، فهذا مش هو الإشكال ولكن فقط أن أن هناك نفوذ. أن نفوذ خاصة بالنسبة لليهود لأن في الغالب هذو اللي يوصلوا للمناصب هم اليهود الصهاينة. وليس اليهود اللي ضد الصهيونية هذوك في الغالب يحاربوهم ويواجهوهم إلى آخره فعموما جابوا رشيدة داتي أيضا هذه وهذه مرورها في الحكومة أيام ساركوزي كان كارثة بكل المقاييس وللأسف أمها جزائرية وباها مغربي باش نعود نرجع أيضاً للقضية آه، إذا كان هجوم على على اليمن وخاصة على الحوثيين. وربما الناس يتساءلوا يقول لك مرات يسمعوا كلمة الحوثي، الحوثي من هو الحوثي أو الحوثيون أو آه، أنصار الله هذا تسميتهم الرسمية. تسميتهم الرسمية هي أنصار الله الحوثي. في الحقيقة الحوثيون هذون أو الحوثي أو أنصار الله كانت عندهم أسماء أخرى منها الحسينيين ومنها عندهم عدة تسميات. هذه نشأت النشوء الجديد لها ما عندهم امتدادات في التاريخ لكن نشوءها الجديد وبالاسم نتاع الحوثي في 1992 على شخص راه مات الان يسمى بدر الدين قتله هو علي عبد الله صالح في 2004 يسمى بدر الدين الحوثي وفي 2000 وكان دخل وهم من صعده صعده هي مدينه جبليه في اليمن هي عاصمتهم وهم الفكره الرئيسيه نتاعهم انهم من الطائفه الزيديه والطائفة الزيدية باش من, آه باش من, آه من تعمقش في الحديث آه باختصار شديد الطائفة الزيدية هي طائفة تستطيع أن تقول أنها بين الشيعة والسنة في الإسلام وعددهم ليس كبير يعني عددهم في حدود ثمانية ملايين متواجدين أساساً في اليمن أي هؤلاء الزيديون اللي هم اليوم عندهم تمثيل سياسي يسمى أنصار الله ويسمون بالحوثي أو الحوثيين أكثر إذا هما هذو في 92 نشأت الحركة من جديد كانوا متواجدين من قبل الذين حكموا اليمن قبل 62 كانت اليمن يحكموها بالإمامة وكانوا يحكموها الزيديون هم اللي كانوا يحكموها لكن في 62 صارت معارك ودخل عبد الناصر إلى اليمن وسقطت الإمامة الملكية في اليمن وساندت السعودية الإمامة وساند عبد الناصر الجمهوريين اللي كانوا آه، شيوعيين ويساريين واشتراكيين وناصريين الى وسقطت آه دولة الإمامة اللي كانت في اليمن في 62 لكنهم عادوا في 92 ودخلوا في شعاروا بالتفقير والتجويع والإضعاف فحاربوا آه النظام علي عبد الله صالح النظام الفاشل والفاسد والمجرم ودخلوا معه في معارك في 2004 اذا قتل المؤسس عبد بدر الدين الحوثي وخلفه احد ابنائه يسمى عبد الملك الحوثي اللي هو راه يراس الحركه منذ ذلك التاريخ وبالرغم انهم كانوا في حروب اخذ ورد مع عبد الله صالح الا انهم لما جاءت الثوره اليمنيه في 2011 كانوا معها وساهموا الى حد كبير في اضعاف نظام عبد الله صالح ولكن تدخل الخليجيين سعودية والإمارات معرفة أنذاك بالاتفاقية أو بالخليجية كان أقلقهم بشدة لأن الخليجيين السعودية كانت تريد مع الإمارات تقسيم اليمن إلى ستة مقاطعات تقريبا إلى ستة دول تقريبا وهم رفضوا هذا هم عندهم أكبر خصم نتاعهم هم السنة الآخرين خاصة جماعة الإصلاح اللي هما الإخوان اليمنيين تيار الإخوان في اليمن فماذا قامت السعودية والإمارات التي كانت تكره تيار الإخوان وتحاربه في كل مكان الإخوان الصحيح مش مزور عندنا في الجزائر قيادة اللي تنسب إلى الإخوان في الجزائر هي قيادة مزورة ضد فكر الإخوان الحقيقي ضده تماما يعني مثل ما هو حزب الزور في آه في آه مصر واللي ينسب للسلفيين وهو ضد الطرح السلفي الحقيقي يعني مداخلة يعني المهم آه الإمارات السعودية ساعدت الحوثيين على السيطرة على صنعاء اللي كان آنذاك الثورة آه اليمنية بمختلف تشكيلاتها وخاصة بالإصلاح كانت هي آه تقريبا على أبواب أن تطيح بعلي عبد الله الصالح وعلي عبد الله الصالح كان دائما عميلا للدول الخليجية ليدفعوا لي له المال وهو هو يخرب اليمن يعني. فساعدوا الحوثي كراهية في الإخوان فسيطر الحوثي على صنعاء عندما سيطر الحوثي على صنعاء شعروا بأنهم خدعوا أو خدعوا أنفسهم لأن الحوثي عنده علاقات أساسا مع إيران لأن الزيدية كما قلنا وإن لم تكن شيعية فإن عندها مشترك شيعي وإن لم تكن سنية فسنية فهي عندها أيضا مشترك سني مثلا الزيدية لا يؤمنون بالائمة الغائبون مثلا ما عندهمش هذا الامام الغائب مثلا لا يؤمنون بعصمة الائمة يعتبرون ان الحاكم يجب ان يختار وليس ان يكون مثل ايران مثلا الـ الـ الولي الفقيه لا يسال عما يفعل مثلا فلديهم اشياء مشتركة مع السنة واشياء مشتركة مع الشيعة ولكنهم ليسوا بالله بشيعة ولا بسنة وهم كما قلنا طائفة صغيرة بالعكس تاريخيا حاربوا القرامطة وحاربوا بعض الطوائف الشيعية المتطرفة مثل الإسماعيلية والقرامطة وغيرهم يعني بعض الفاطميين وغيرهم باش ما نتعمقش في هذا الموضوع هذا موضوع عميق جدا استفادوا الحوثي استفاد من دعم الدول الخليجية اللي ساعدته يكسر الإصلاح وظنت الدول الخليجيه ان الاصلاح سيتحارب مع الحوثي، فالاصلاح خرجوا. وتركوا صنعاء للحوثي، فوجد السعوديين والاماراتيين وجدوا أنفسهم في كارثه، ان صنعاء الان اصبحت اقرب الى الخصم الايراني. فبداوا يثيرون لهم المشاكل، وفي 2015 اعلنوا الحرب على الحوثي. السعوديه والامارات كانت معهم قطر ايضا وكان يسمى بالتحالف العربي. وقطر وهي معهم كانت السعودية والإمارات يتآمرون عليها ولذلك انسحبت فيما بعد وظلت السعودية والإمارات قطر انسحبت في 2017 تحارب في الحوثي إلى غاية قبل سنة تقريبا سنة وشوية السعودية كانت تظن هذا بن, بن سلمان كان يظنها لعبة إلى درجة أن الناطق باسم الجيش السعودي في اليوم الثاني لازلت تتذكر جنرال آه خرج وهو أصول يمنية حتى هذا الجنرال لكن أصبح من السعوديين يعني خرج وقال قضينا على 80% من القدرات الحوثية هذه كانت تقريبا في 16 أبريل أو 17 أبريل 2015 بقاو من 2015 وما يتحاربوا معاهم الى ان رفعت تقريبا رفعت السعوديه العلم الابيض رفعت العلم الابيض غرقت السعودية قتل لها آلاف الجنود بالرغم أن السعودية والإمارات وكانت بدعم غربي أمريكي وحتى بدعم مصري سوداني غرقوا في اليمن وقتلت السعودية والإمارات عشرات الآلاف من اليمنيين وقتل الحوثي الحوثي كان يحارب في الآخرين اللي هما يسمى الحكومة اليمنية اللي أصبحت عميلة للسعودية ويمنيين آخرين أحرار فكان القتال اليمني الداخلي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 250 ألف والعدوان السعودي الإماراتي قتل ما لا يقل عن 100 ألف وفي النهاية خضعت السعودية لشروط الحوثي لأن الحوثي أصبح يستطيع أن يرسل صواريخه خاصة لما ضرب لهم شركة أرامكو شركة البترولية العالمية أكبر شركة بترولية في العالم وهددهم بضرب ضرب مرة الرياض وهددهم بضرب جدة وبضرب القصور الملكية فأصبحوا مرعوبين منه وإيران ساعدت الحوثي مساعدة قوية جدا طبعا قدمها هذا الموضوع لأن إيران وجدت أن عندها نفوذ قوي في اليمن إضافة إلى العراق وسوريا ولبنان في اليمن فأصبحت تحيط بكل الدول دول المشرق والخليج موقف هذا الأخير نتاع الولايات المتحدة ضد الحوثي كيف جاء الحوثي يخرجون تقريبا خرجوا بدايه من 19 نوفمبر وقالوا نحن لن نقبل او المتحدث باسمهم مثلا باش تشوفوا هذا كان اليوم قدم العدو الامريكي البريطاني وفي اطار دعمه لاستمرار الاجرام الاسرائيلي في غزه على شن عدوان غاشم على الجمهوريه اليمنيه بثلاث وسبعين غاره استهدفت العاصمه صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة وقد أدت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة إن العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية عن عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون عقاب ولن يمر دون رد ودون عقاب هذا كان المتحدث باسم الحوثيين يظهر من حين لآخر كل ما كان هناك حدث خاصة حدث عسكري فيظهر المتحدث والآن كان رده سمعته قال 73 هجوم غارة 73 غارة والولايات المتحدة وبريطانيا قالوا بأنهم استهدفوا أساسا مراكز إطلاق الصواريخ والطيارات المسيرة يعني مراكز عسكرية هو قال أنه قتل خمسة وجرح عدد آخر في الحقيقة الضربة لها أهمية عالمية لكنها عمليا ليست ضربة كبيرة الولايات المتحدة يعني جنوها الحوثيين بعبارة درجة جنوها تمام الولايات المتحدة طلبت منهم وتدخلت وراحت عند قطر وراحت عند عمان وراحت عند الإمارات وراحت عند السعودية يقولون لهم خلونا الحوثيين يخلونا ترونكيل لكن الحوثيين قالوا احنا لا نستطيع لا نستطيع يا ريت المساعد يبعث لي راهو رد جميل قام به متحدث باسم الحوثيين مع مع صحفيه تاع البي بي سي حقيقه كان رد صدمها يعني بعد ما طرحت له سؤال هاد تستهزا به يعني فالمهم الحوثيون قالوا نحن لا نستطيع ان نسكت على اخواننا الذين يقتلون قتلا بشعا في غزه وعلى إسرائيل إذا أرادت أن لا نهاجم السفن التي تتجه لها لأنهم هم يقولون أنهم يهاجمون فقط السفن الإسرائيلية أو السفن المحملة بالسلع اللي تروح لإسرائيل ولماذا هم عندهم هذه القدرة؟ لأنهم هم يشرفون على البحر الأحمر وخاصة على باب المندب باب المندب هذا هو الباب الذي يفصل ما بين البحر الأحمر وما بين بحر العرب بحر الأحمر على ضفته الجنوبية خاصة مصر السودان إريتريا وجيبوتي وعلى الضفة الشمالية أساسا شوية قطرة لإسرائيل كان الإسرائيلي هذا وأيضا قطرة صغيرة للأردن العقبة نعرف هذه لأن لما حجينا نزلنا في العقبة موجودين على البحر الأحمر ثم المجال الرئيسي والسعودية ولليمن إذا الحوثيين يسيطرون على الجانب اليمني من البحر الأحمر اللي هو الجزء الجنوبي من البحر الأحمر. الجنوبي على الضفة الغرب الشرقية وليس الغربية. فيتحكمون في أحد أهم الممرات العالمية. حوالي 20% من السلع العالمية تمر من باب المندم. يوميا يمر أقل شيء 10 مليار دولار من السلع. يوميا. يمر على باب المندب ولذلك ارتفعت الاسعار قليلا تاع الحاويات ليكونتنير وارتفعت بعض الاسعار وبعض المواد يعتقد انها ستكون في حدود ما بين 5 الى 10% على الصعيد العالمي يعني نسبه معتبره يعني نتيجه هذا القصف للولايات المتحده لم تكن تريد اطلاقا فالولايات المتحده تريد ان تستفرد أن يستفرد الكيان الصهيوني بغزة وأن لا يتدخل أي كان وطبعا لا السعودية ولا الإمارات ولا مصر تتدخل فهؤلاء بالعكس يريدون القضاء على المقاومة والدول الأخرى اللي مثل إيران وتركيا و... وإلى حد ما حتى العراق واليمن ولبنان هذا يتم تخويفهم أو تهديدهم باش ينهي الكيان الصهيوني ينهي الفلسطينيين في غزه ينهي أي مقاومة أو أي اعتراض على وجوده أو على احتلاله أو على ما يفعل لكن الحوثيين قالوا احنا لن لن نسكت لن نسكت على ذلك وإذا أرادت الولايات المتحدة أن نوقف هجوماتنا على السفن طبعا من ناحية القانون الدولي هذا ممنوع بالقانون الدولي يجب أن يقال هذا أيضا لكن الحوثيين قالوا أن إسرائيل أيضا تخترق القوانين الدولية وأنها تجوع الشعب الفلسطيني ولا تترك لا يدخلوا لا الاكل ولا الشرب ووزير الدفاع قال هذو حيوانات بشر بشريه حيوانات بشريه ووزير ما عندهم قال نطلق عليهم النووي ووزير اخر قال هذو نازيون ووزير اخر قال نخرجهم تماما من غزه فهذه كلها جرائم ضد في القانون الدولي حاولت الولايات المتحده هددت عده مرات هي والدول الغربيه خاصه بريطانيا ولكن الحوثيين لم يستمعوا فجاءت ضربه امس في الحقيقه ضربه خفيفه الولايات المتحدة لا تريد أن تنجر إلى معركة مع الحوثيين لماذا؟ لمجموعة من الأسباب خلينا نختصرها لكم في ثلاثة ولا أربعة لأن يقدر واحد يقول الإمبراطورية الأمريكية هذه تخاف من مجموعة يعني قبل سنوات لما كنا نشوفهم والطريقة اللي حاربوا بها وكذا تقول جايين من وراء التاريخ ولكن الحقيقة أنهم هزموا السعودية والإمارات اللي كانت مدعومة غربياً ومصريًا وسودانيًا وغيرها هزموهم لأن مش دائمًا الأمور وهذا اللي نشوفه فيه الآن في غزة الأمور ليست دائمًا ماديات وقوة عسكرية وضخامة ومش دائمًا والدليل الولايات المتحدة هزمت في بلد صغير جدًا وهربت منه هو الصومال قبل ثلاثين عام وراه فيلم شهير جدًا على دخول الولايات المتحدة للصومال وكيف هزمت. كانت كانت صدمه رهيبه في الولايات المتحده ولكن قبل سنتين فقط سنتين ونص بالضبط في الصيف 2022 او 2021 لا صيف 2021 فرت الولايات المتحده منين من افغانستان اللي لما تشوفهم لبستهم وطريقتهم وكذا يعني ياتون ما قبل التاريخ ايضا لكن كيف استطاعت حركه مثل الطالبان أن تهزم أمريكا والحلف الأطلسي ومعهم الهند ومعهم إيران بالمناسبة إيران كانت ضد طالبان صحيح ما كانش في الحلف الأمريكي الغربي ولكنها سهلت وساعدت الولايات المتحدة وهذا القول مش من عندي هذا القول من عند واحد يسمى حبيبي كان نائب رئيس خاتمي صرح في 2004 نظن أو 2005 2003 2004 يمكن قال آه ساعدنا الولايات المتحدة على الإطاحة بنظام طالبان في أفغانستان وعلى نظام صدام في إيران في العراق وذاك نرجع لنقطة لإيران إذن الولايات المتحدة لماذا مترددة جدا وكانت غير بقية تهدد لأن من 19 نوفمبر عند يعني القضية قضية استهداف السفن المارة إلى الكيان الإسرائيلي بدأ الحوثيون منذ 50 يوم فقط بعد خمسين يوم تحركت الولايات المتحدة لماذا لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط في حرب أخرى في مناطق المسلمين لا تريد إطلاقا تجربتها في العراق مرة تجربتها قبل ذلك في الصومال مرة تجربتها في أفغانستان مش فقط مرة مريرة جدا وتخشى التورط مرة أخرى مع هؤلاء ثم تاريخيا اليمن مثل افغانستان يعني لما ترامب خرج وهاجم بايدن قال له هربت من افغانستان وانت جبان وانت قال له ان افغانستان هي هي مقبره الامبراطوريات ولم يكن مخطئا بايدن لماذا لان افغانستان هذه اللي هي شعب يبدو انه متخلف وجبلي ويعيش في عصور قديمه الى اخره هزم الإمبراطورية البريطانية مرتين مرة في القرن التاسع عشر ومرة في القرن العشرين وهزم الإمبراطورية السوفياتية وساهم في انهيار الاتحاد السوفياتي في 1988 عندما هرب السوفيات من أفغانستان في 88 وانهاروا بعدها بثلاث سنوات فبايدن رد على ترامب قال له إن أفغانستان هي مقبرة الإمبراطوريات ولا أريد لأمريكا أن تكون قبرها هناك اليمن يشابه افغانستان في اشياء كثيره سواء في العقليه نتاع شعبه بالرغم أن اولئك ليسوا عرب واليمنيين هم اصل العرب ولكن في الجبال في المنطقه في آه الخشونه نتاع نتاع نتاعهم صبرهم على الاوضاع الى اخره يشبه كثيرا ولذلك في الولايات المتحده كانت اقول بين قوسين مجبره امس على ضرب الحوثيين، كانت مجبرة. لأنها كانت تعرف النتائج، تخيلوا ما هي النتائج الآن؟ عندما كانوا الحوثيون لغاية أول، لغاية أمس، كان هناك حوالي 30% من السفن تبتعد عن الحوثيين، تبتعد عن البحر الأحمر، تروح تمر تزيد طريقها 20 يوم، عن طريق الرجاء الصالح، عن طريق جنوب إفريقيا، 20 يوم زيادة. لأن ما هي السفن اللي تمر عبر البحر الأحمر في الغالب هي السفن التي تأتي من آسيا وتذهب إلى أوروبا وإلى شمال إفريقيا أما السفن التي تذهب إلى شمال أوروبا أو تذهب إلى الولايات المتحدة والأمريكيتين أو إفريقيا فعندها طرق أخرى لكن الطرق بما فيها الجزائر والمغرب وتونس ومصر السلع التي تأتي من آسيا لازم تمر عبر البحر الأحمر ثم تمر على قناة السويس والسلع اللي تجي من اوروبا تمر على قناه السويس باش تروح لاسيا تمر على قناه السويس والبحر الاحمر وتروح لاسيا اذا اللي يتاثروا اساسا هو شمال افريقيا بعض الدول المشرقيه واوروبا الى حد كبير هو اللي متاثرين لكن الولايات المتحده تتدخل لانها هي تنظر لنفسها مره اخرى انها رب هذا العالم هي هكذا تنظر لنفسها ومرات برك باش نقول للناس ما يقولوش بلي قلت حاجة ربما لا تليق لنا يستطيع أن يقول هذا لأن يقول رب البيت رب العمل إلى آخره. هنا في الإيمان العقيدة نتاعنا أن الله هو الذي هو هو الذي هو إله في الأرض وفي السماء وفي السماء وفي الأرض. فالله سبحانه وتعالى بالنسبة إلينا لا شك في ذلك. لكن أنا نقول كيف تنظر أمريكا لنفسها؟ وكيف ينظر لها العالم يعني؟ ولذلك تتدخل أيضا كشرطي. هي الحارس يعني. اليوم مثلا تقريبا ما فيش مرور عبر البحر الاحمر كل الشركات الكبرى العالميه الكبرى تقريبا منعت وما حتى امريكا وبريطانيا قال لهم ما تمروش ما زالت الامور قلقه بمعنى ان النتيجه اسوا هذا الهجوم جاب بنتيجه اسوا والحوثيين الان يهدوا يقولوا باننا لن بان بريطانيا والولايات المتحده هم عدو لنا واينما يوجد سنضربهم هذا خطير لان اذا نفذ الحوثيون هذه التهديدات فهذا خطير وخطير جدا الحوثيين عندهم الحوثيون لديهم صواريخ تصل الى حوالي 2000 كيلومتر تستطيع ان تقول ان جزء من الترسانة الايرانيه الصاروخيه المتوسطة مش ال... مش الدرجة الأولى نقول درجة الثانية موجودة عند الحوثيين وعندهم صواريخ باليستيكية أو باليستية يعني صواريخ تستطيع أن تقطع مسافات عالية جدا وتصل إلى نقاط بعيدة جدا وتصيب أهدافها ولذلك هم أرسلوا صواريخ من اليمن إلى الكيان الإسرائيلي إلى إيلات مدينة لتطل على البحر الأحمر في أقصى شمال البحر الأحمر بعيدة يمكن حوالي 2000 كيلومتر أي أن كل المصالح الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر تواجد سفن أمريكية بحرية حربية المتواجدة اللي متواجدة في البحر العرب اللي متواجدة في مضيق هرمز اللي متواجدة في جزء منه في المحيط الهندي اللي متواجدة في شرق البحر المتوسط اللي هي قريبه من سواحل لبنان وقبرص وغزه واسرائيل، إضافة إلى القواعد الأمريكية في العراق، في الكويت، في الأردن، في قطر، في البحرين، في السعودية، في الإمارات، في عُمان، كل هذه الدول فيها قواعد أمريكية، في جيبوتي وفي مصر، كل هذه القواعد الأمريكية تستطيع صواريخ الحوثية أن تصلها إلى حد ما بريطانيا بريطانيا طبعا أضعف بكثير لكن عندها تواجد عسكري في بعض البلدان والقواعد الأمريكية هذه في عشرات الألاف من الجنود الأخطر من ذلك لو كان الحوثيين يقرر فقط ضرب أبو ظبي ودبي والرياض والمناطق البترولية والغازية في هذين الدولتين ستكون كارثة على الولايات المتحدة أساسا أما إذا قروا ضرب البحرين اللي فيها الأسطول الخامس فالأسطول الخامس الأمريكي مقر الرئيسي في البحرين اللي هي شاركة قال لك أنها شاركت مع الولايات المتحدة وبريطانيا تخيلوا أن البحرين تشارك في حرب مع الولايات المتحدة وبريطانيا لماذا تأخذ البحرين هذا الموقف؟ فقط لأن لديك حاكم مجنون فقط وإلا الإمارات السعودية اللي هما متأثرين أكثر ومنزعجين من الحوثيين وكانوا معهم في حرب رفضوا على الأقل مش معلن في القائمة أن السعودية والإمارات قالوا لهم الحوثيين قالوا إذا دخلتوا مع الأمريكيين سنضربكم والحوثيين ما عندهمش كثير يخسروه بينما تلك العمارات الشاهقه سواء في ابو ظبي او في جده او خاصه في دبي او حتى في المنامة فهذا كلها قد تضرب قطر وعمان مستبعده لان قطر وعمان علاقتها جيده مع الحوثيين او على الاقل ليست سيئه وجيده مع ايران او على الاقل ليست سيئه وبالتالي قطر وعمان بعاد على المعركة هذه لكن السعودية والإمارات عندهم خشية رهيبة من أن يوجه الحوثي صواريخه خاصة البالستية وأيضا طائرات بدون طيار إلى 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 هذه خاصة دبي وأبو ظبي تعرفين في دبي وأبو ظبي الآن هذون الحفاة الرعاة الذين يتطاولون في البنيان كما يقول الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه معنا قالها 14 قال 14 قرن قال لك من بين من بين الشروط اذا شيء من بين المؤشرات على 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 يوم القيامة هو ان ترى الحفاة الرعاة يتطاولون في البنيان اليوم تقريبا كل مرة تجي الإمارات تقول لك هذه أطول مانيش عارف واش برج خليفة أطول حاجة في العالم هذه أطول في كذا وهم من من افجر وافظع واجرم الحكام اللي راهم يتامرون على الشعوب بما فيهم على غزه. اذا الولايات المتحده في الحقيقه اللي اضطرت اضطرارا بين قوسين لان كان عندها حل واحد اخر الولايات المتحده وهي ان تطلب من الكيان الاسرائيلي ان يتوقف على قتل اهل غزه لان هذا هو مطلب الحوثيين. وكما قلنا من ناحيه من ناحيه القانون الدولي الى اخره ولذلك صدر قرار من مجلس الامن يمنع المساس بالحركه المرور الدوليه ولكن القانون الدولي ايضا يمنع قتل الناس كما يقتلون في غزه وهذا اللي الحجه نتاع الحوثيين الان من هو المستفيد من هذه الاوضاع؟ او من هو اللي راح يفرض اذا شئنا نوع من شروطه؟ واللي الولايات المتحدة يجب أن تتحدث معه الحوثيين قالوا إحنا سنرد عليكم وانتظروا منا الآن الرد طبعا مخيب بالنسبة للولايات المتحدة لأن ما تخشى الولايات المتحدة أن يقوم مثلا الحوثيين بضرب بوارج حربية أو حامل الطائرات أو غواصة نووية أو وعندهم هم القدرة على ضربها وإن كان الولايات المتحدة عندها قدرة على الدفاع عن نفسها بطبيعة الحال يعني البوارج الامريكيه عندها كلها امكانيات لصد ورد الصواريخ لكن ممكن في لحظه معينه يمر الصاروخ يستطيع ان يمر او يكون هناك بوارج هذه الانتحاريه بوارج صغيره انتحاريه او تكون فيه القنابل اللي هي هذه قنابل مائيه يعني الحوثيين يستطيعون غلق البحر الاحمر يرموا 200 او 300 قنبله مائيه على البحر الاحمر يغلق. ما فيش سفينه ستخاطر لان يعني ما تعرفش وقتاش تضرب القنبله المائيه هذه تحت تحت الماء. فالآن الولايات المتحده يجب ان تتحدث مع ايران، لماذا؟ لان ايران هي الداعم الرئيسي والممول الرئيسي والحليف الرئيسي البعض يقول أن الحوثي هو وكيل أو هو عميل أو أنا صراحةً آه لست مع قضية أن الحوثي عميل يعني خاصةً الحوثيين، الحوثيين هذو قدم وقضيتهم قديمة ليست جديدة أولاً، وثانياً هم استفادوا كثير من إيران، آه صحيح التأثير الإيراني كبير جداً ومرات دائما الناس في إيران آه يقعون في منزلتين أراهما خطأ كلا المنزلتين، هناك من يرى إيران بأنها كما تقول أدبيات الثورة الإيرانية أنها دولة مسلمة تدافع عن المستضعفين وهي ضد الاستكبار العالمي وتريد العدل في هذا العالم والإنصاف والدفاع عن المسلمين و وهذا كله في خطابات وفي دساتير وفي كتابات الإيرانيين خاصة في الثورة أو بعدها وهذا ليس صحيح ما هو دليلي على أن هذا ليس صحيح؟ هناك أدلة كثيرة جدا لكن وقوفهم مع بشار الأسد الذي قتل ما لا يقل عن 100 ألف طفل سوري كان أكثر من مليون سوري مدني قتلوا أقل شيء منهم مئة ألف طفل وقفت مع إيران وأنا كنت مرات لما نجادل بعض الناس مناصرين تاع إيران سواء كانوا شيعة أو متشيعين سياسيا نقول لهم هل لو كان سيدنا الحسين حيا لهما إيران تستند كل سيدنا الحسين واحيانا يقدسونه مرات يتجاوز حتى الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبه لهم سيدنا الحسين قل لهم هل سيدنا الحسين اللي احنا نامنه ايضا انه سيد اهل الجنه وانه شهيد وانه من عظماء الامه ومن عظماء الصحابه لا شك في ذلك لكن لا نقدسه بحيث نخرجه على طبيعته البشريه احنا نعتبره بشر ومش معصوم عند السنه السنه يعتبرون الرسل فقط اللي معصومين غير الرسل مش معصومين بينما في إيران في المذهب الاثنى عشر عندهم 12 إمام معصوم بمعنى لا يخطئ أبدا وهذا مش مش صحيح يعني. على الأقل من منظورنا إحنا كسنة يعني. لكن باش نرجع للنقطة اللي يقولوا يضخموا إيران بالطريقة هذا ليس صحيح والدليل مشناه في سوريا كانت قبلها العراق لكن العراق ربما كان الناس يقول لك أمريكا أيضا كانت محتلة العراق لكن سوريا كانت واضحة كان آخر يقولون أن إيران هذه شيطان وهي متحالفة مع الصهاينة ومع أمريكا وكل ما تقول كذب وهي في السر تتعاون مع الصهاينة ومع أمريكا هذا أيضا ليس صحيح فلا لقدسها ويضعون عليها هالة ويضيفونها على أنها مع المستضعفين و صحيح ولا الذين يشيطنونها ويعتبرونها أنها عدوة وأنها أه تتعامل في السر مع إسرائيل ومع أمريكا لا هناك خصومات أمريكية إيرانية هناك خصومات صهيونية إيرانية هناك هذا لا شك فيه والصراع موجود والتهديدات موجودة والضرب موجود فغير غير إذا كان واحد يصرالو كيما نتنياهو وكذا ما يشوفوش الله. واللي يقولوا باللي إيران مع المستضعفين وكذا يشوف واش واش ماذا فعل بشار وايران وحزب الله والروس في في سوريا باش يعرف الحقيقه اذا لا لتقديسها ولا لتدنيسها ايران هي قبل كل شيء تدافع عن مصالح الدوله الايرانيه والنظام الايراني قبل كل شيء حتى الشعب الايراني عنده مشاكل وعنده مظاهرات وعنده احتجاجات وعنده قبل اشهر فقط كانت هناك احتجاجات عارمه قتل فيها المئات سجن فيها المئات عذب فيها الالاف من الايرانيين يعني الايرانيين بالمناسبه ايضا الايرانيين هم شعوب وليس شعب واحد يعني لانهم متعددي الطوائف متعددي العرقيات متعددي اللغة، اللغات واللغات الى اخره الى اخره لكن العنصر الابرز هو الفارسي والتشيع هو الدين هناك بالدستور مش تشيع برك تشيع الاثني عشر معناه اذا كان هناك تشيع زيدي او ما يعترفوش به هما في ايران يعني كدين رسمية باش نرجع اذا القضية تاع اليمن لان ايران تدعم الحوثيين بقوة وهي اللي صنع اعطت لهم السلاح وهي اللي اعطت لهم كل شيء طبعا ما لهم من اجل عيونهم لهم لانهم كانوا يحاربوا السعوديه والامارات اللي هما خصوم إيران وأيضا بتلك الطريقة استطاعت إيران أن تصبح عندها قوة قوية جدا الآن بن سلمان وبن زايد يخشون من إيران ما ولوش يهاجموها كما كانوا إلى آخره لأنهم عارفين إيران ما ترسلش صواريخ ربما خوفا من أمريكا لكن الحوثي يرسلهم ويديرها الحوثي ودارها من قبل ولذلك وصلت السعودية وحتى السيسي تخيلوا أن السيسي مش موجود في هذا التحالف أنا أكيد على يقين أن السيسي متواجد في التحالف من الخلف في السر لكنه مش موجود رسميا لماذا؟ بالرغم من أن قناة السويس خسرت 30% من اللي بداوا الحوثيين يديروا في القلاقل في البحر الأحمر خسرت قناة السويس 30% من مداخلها وقناة السويس هي أهم مدخل من مداخل العملة لنظام السيسي لأن السيسي خاف عنده تجربة عبد الناصر في اليمن قبل ستين عام كانت كارثة على على عبد الناصر وهزيمته في سبعة وستين أحد أسبابها مع إسرائيل أحد أسبابها هو في اليمن قتل ما بين 40 إلى خمسين ألف جندي مصري وعشرات الآلاف من اليمنيين بطبيعة الحال عندما تدخل عبد الناصر ليدعم الجمهوريين ضد الإمامة اللي كانت مدعومة أنذاك من الملك فيصل ومن السعودية باش نرجعوا اذا لهذه الاحداث كلها وراي فيها كثير من التعقيدات راني نحاول نبسطها قدر الامكان دخلت المنطقه مرحله جديده وما ارادت الولايات المتحده لا يتوسع وسعته هي رغما عنها واضطرارا لان ايضا الولايات المتحده لو كان على الحوثيين وهي التي كل مره تقول لهم آآ آآ اياكم احذروا راكم تجاوزوا الحدود تصبح مهزله لكن خصوم الولايات المتحده الصيني خرج بالرغم ان الصيني ماذا بيه تتوقف المشاكل البحر الاحمر هو اكبر تاجر في العالم وقال باللي يجب ان لا يكون البحر الاحمر مشاكل وخلونا من الحروب الى اخره اما الروسي فهاجم الولايات المتحده هجوم شديد وقال ان هذا ال هذه الحرب او هذه الضربات غير قانونيه وغير شرعيه وراهم الان في مجلس الامن راهم يناقشوا وأرادت الولايات المتحدة أن تكون مناقشة سرية رفض الروس قالوا لا المناقشة لازم تكون علنية بالمناسبة النظام الجزائري اللي كان فرحان أنه داخل مجلس الأمن داخل مجلس الأمن هو دخول تاع هذوك اللي هذوك الصغار اللي مرة مرة يجي بهم الديكور يعني هذوك العشرة ماشي ماشي الخمسة آه ماذا كان موقفه في عندما صدر القرار قبل يومين قرار ليطالب يطالب الحوثيين بالتوقف على إزعاج السفن المارة من البحر الأحمر في اتجاه إسرائيل وغيرها نظام جزائري قال لهم أنا لا مع هذون لا مع هذون أنا محايد أنا بعيد كان ممكن نظام جزائري يخموك في آخر يعني كون كان مبدئي مع فلسطين يقول أنا أعترض على ما يقوم عليه الحوثيين وأعترض على ما تقوم عليه إسرائيل في نفس الوقت ويجب أن نطالب الحوثيين بوقف أعمالهم ونطالب إسرائيل بوقف أعمالها نظام الجزائري ما يعرفش يدخل في هذه الحوايج كثير وبعدين خايف لا يجي الأمريكان يشدوا من وذنه ولا الفرنساوي ولا الروسي ولا فقال أنا خطيني أنا خطيني ديروا رأيكم أنا راني في الحياد أو الحياد مش موقف خاصة في قضايا تعنينا مباشرة تعني إخواننا تعني المنطقة تعنينا تعنينا جغرافيا تعنينا تاريخيا تعنينا دينيا تعنينا إنسانيا تعنينا بكل لكن نظام ضعيف نظام هزيل وضعيف ولذلك وجوده في مجلس الأمن كل مرة راح نشوفه فضائح هو قاع في مجلس الأمن على قضية الصحراء 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 الغربية ما الصحراء الغربية هذه اللي يهمه بصح حتى في هذه للأسف راح يأكل الصفعات لأن الموقف الصيني خلينا الموقف الغربي من بكري لكن الموقف الصيني والروسي بدا يتغير لصالح الاطروحه المغربيه والطرح المغربي ما هو دلائل ذلك؟ ارجعوا لي اخر مره لانه في كل 30 نوفمبر تقريبا يجي او 30 اكتوبر يجي نعم 30 اكتوبر نظن كل عام يجي قضيه نظر في المينرسو ما المينرسو الى اخره اي هذه الفريق تاع الامم المتحده اللي راه موجود في الصحراء الموقف الصيني والروسي تغير الان باش نرجع لوين كنا الولايات المتحده بعثت لايران وقالوا لهم خلونا من هذه المشاكل ايران ردت امس بخطف سفينه امريكيه مليئه بالبترول من البحر من البحر في المناطق الدوليه يعني بعيد عليها في تحدي الولايات المتحدة وقالت إيران بأن هذا بقرار قضائي لأن هذه السفينة بالذات سرقت البترول الإيراني لصالح أمريكا فأنا الآن هنستولي عليها إيران ستحول كل هذه القلاقل ستحاول أن تحولها لصالحها هي الآن مستفيدة إيران لأن على الأقل تظهر بأنها داعمة للفلسطينيين والحقيقة أن جزء مما لدى المقاومة في غزة ومن إيران هذه حقيقة يجب أن تقال ثم أصبحت أمريكا ودول أوروبية تحاول تتصل بها باش تهدأ الأوضاع فهذا بالنسبة لها يعطيها وضع ما وضع الدولة المنبوذة وضع الدولة آه إلى آخره أما الولايات المتحدة فإن ضربها الحوثيين وردت فستشعل المنطقة وإن ضرب الحوثيين ولم ترد فهذا سيضرب معنوياتها ومعنويات كدولة إمبراطورية سيضربها في العمق فهي الآن في وضع إذا ما هاجم الحوثيون وأنا أعتقد أنهم سيفعلون لأنهم في النهاية هؤلاء عقائديون والعقائديون هذون ما يشوفوش كثير للحسابات الأخرى يعني الحوثيون أكثر من ناحية العقائدية من الإيرانيين الإيرانيين يظهروا في الظاهر انهم عقائديون ولكن في العمق هم براغماتيون بينما بينما الحوثيون ومقاومه فلسطين وكذا في الغالب ينطلقون من مفاهيم عقائديه فلا ينظرون كثيرا للاعتبارات الماديه الاخرى المنطق هو انك تاخذ بالاثنين مع بعض شرط ان تجعل المبادئ فوق المصالح لكن كثيرين ما يجعلون المصالح فوق المبادئ فالولايات المتحدة أعتقد دخلت في وضع سيء الأسعار سترتفع الأوضاع ستتوتر أكثر الحوثيين سيردون إذا ما استمر هذه التوحش في في فلسطين الأوضاع قد تذهب أبعد خاصة إذا ما أقدم الصهاينة على مهاجمة جنوب لبنان وهم يريدون ذلك خاصة جالانت ونتنياهو لأن هذا يطيل الحرب وإطالة الحرب هي في مصلحة نتنياهو وجالانت أسد